السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله أطلب منكن كل جملة أقولها تقولوا لي الفعل المجزوم، يعني علامة جزمه إيه؟ يعني مثلا هتقولي بالسكون فقط، أو تكتبي لي حذف ياء أو واو أو ألف أو نون هكذا يعني، وكمان تكتبوا لي الفاعل. طيب الفاعل في فعل الشرط وجواب الشرط، خاصة جواب الشرط. اتفقنا؟ موافقات؟ طيب نبدأ إن شاء الله على بركة الله. كنا أخذنا المرة السابقة نواصب الفعل المضارع، وقلنا فيها من ضمنها يعني فاء السببية كانت بتنصب بشرط أن يتقدمها طلب، فهنا بدأ في جزم الفعل المضارع وجوازمه. فإن سقطت الفاء يعني لم يكن هناك فاء بعد الطلب، لو كان في فاء يبقى هيبقى فيه هنا نصب، تبقى فاء السببية، لكن ما في فاء. فإن سقطت الفاء بعد الطلب وقصد الجزاء، يعني شرطين، فإن سقطت الفاء بعد الطلب وقصد الجزاء جزم، نحو قوله تعالى: قل تعالوا أتلوا، قل تعالوا أتلوا. سأقرأ إن شاء الله المتن لابن هشام وبعدين نقرأ الشرح إن شاء الله. وشرط الجزم بعد النهي صحة حلول إلا محله، نحو لا تدنو من الأسد تسلم، بخلاف يأكلك. ويجزم أيضا بلم، نحو لم يلد ولم يولد، ولما، نحو لما يقضي، لما يقضي. وباللام ولا السلبيتين، نحو لينفق ليقضي. لا تشرك لا تؤاخذنا. ويجزم فعلين إن وإذ ما وأين وأن وأيان ومتى ومهما ومن وما وحيثما. هنا عددهم 10، اللي بيجزموا فعل واحد 5 واللي بيجزموا فعلين 10، بس الشيخ قال في الداخل 11. نحو إن يشأ يذهبكم، من يعمل سوءا يجزى به، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها. ويسمى الأول شرطا والثاني جوابا وجزاء. وإذا لم يصلح لمباشرة الأداة قرن بالفاء، نحو إن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. أو بإذا الفجائية، نحو وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. طيب ندخل على الشرح. لما انقضى الكلام على ما ينصب الفعل المضارع، شرعت في الكلام على ما يجزمه، والجازم ضربان، جازم لفعل واحد وجازم لفعلين. ما يجزم فعلا واحدا 5، فالجازم لفعل واحد 5 أمور. الطلب، ما معنى الطلب؟ يعني لو كان الفعل واقعا، لو كان الفعل واقعا في جواب الطلب جزم بهذا الطلب، يعني السبب ان هو وقع في جواب الطلب هو ده اللي خلاه مجزوم. احدهما، هنا هنبدأ بأول واحد، الطلب. وذلك انه اذا تقدم لنا لفظ دال على امر او نهي او استفهام، انتوا عارفين انواع الطلب 8 أو غير ذلك من أنواع الطلب، وجاء بعده فعل مضارع مجرد من الفاء، يعني ما في فاء سببية هنا المرة دي، وقصد به الجزاء، نفس الكلام يكون مقصود به جزاء، فإنه يكون مجزوما بذلك الطلب لما فيه من معنى الشرط. يعني لو حصل هذا يترتب عليه حدوث هذا، لأن بيحدث فيه معنى الشرط هيكون الواقع في جواب الشرط هو مجزوما. ونعني بقصد الجزاء أنك تقدره مسببا عن ذلك المتقدم، يعني لو عملت هذا الجزاء كذا،
النتيجة كذا. كما أن جزاء الشرطي مسبب عن فعل الشرطي، وذلك كقوله تعالى: قل تعالوا أتلوا. يلا قولوا لي تعالوا اعربوا إيه وأتلوا اعربوا إيه، وفي نفس الوقت أين الفاعل؟ يعني اللي مبني مبني على كذا والفاعل كذا، واللي مجزوم مجزوم بكذا والفاعل كذا. يلا اكتبوا يا ممتازات. ها، تقدم الطلب وهو ايوه فعل امر ما شاء الله. ماله ماله، نكتب نختصر في الكلام عشان تكتبوا اسرع. نقول امر، ها بدل ما نقول فعل امر نكتب امر خلاص. ما هو مكتوب مفهوم ان انت هتتكلمي على تعالى والاول، ها يبقى مبني ها على على ايه؟ علامه البناء. مهمه علامه البناء. امر مبني على ايه؟ تقدم الطلب وهو تعالى، وتأخر المضارع مجرد من الفاء وهو أتلو، وقصد به الجزاء. حذف النون ما شاء الله، اللهم بارك، فعلا حذف النون. نعم حذف النون، والفاعل فين؟ ها، وقصد به الجزاء. إذا المعنى تعالوا فإن تأتوا أتلو عليكم، أتلو عليكم. أيوة واو الجماعة. طب أتلو ها علامة جزمه إيه وفاعله فين؟ هي الواو هي الفاعل في تعالوا، ها هم اللي هيأتوا تعالوا. طيب بالنسبة لأتلو علامة جزمه ايه؟ واضحة لأن عندي ضمة. ها ها، بدل ما تقعدوا تكتبوا كل ده بس اكتبوا لي العلامة وخلاص. حذف ايه؟ الواو، حذف الواو. طيب وفين الفاعل بتاع أتلو؟ نعم جزاكم الله خير. أين فاعل أتلو؟ ها مين اللي هيتلو؟ ضمير مستتر. لا ضمير مستتر وجوبا تقديره الرسول بكلهم تعالوا اتلوا، يبقى مين اللي هيتلو؟ اه كل ده بتكتبيه يا سناء، ما تكتبي على طول انا بس، انتهت. مش لازم كل ده تكتبيه، بس تكتبي انا. ضمير مستتر وجوبا تقديره انا. جميل، ايوه طبعا مقصود به الرسول عليه الصلاه والسلام، لان ربنا بيقول له كل تعالى وقتل. طيب هو اللي هيطلع عليهم. طيب خلاص جزاكم الله خيرا. كل مره تكتبوا كده بس اكتبوا باسرع وباختصار، باختصار ها. طيب لان الدرس طويل فلا نريد نتاخر او ياخد اكتر من حس. فان تاتوا اتلوا عليكم، يعني هيكون نتيجه اتيانهم ان هو يطلع عليهم، فتلوا عليهم مسببه عن مجيئهم، فلذلك جزم. وعلامة جزمه حذف آخره وهو الواو. طيب لو نأخذ بس من الشعر الشاهد، يعني قفا نبكي. قفا عبارة عن إيه ده؟ يلا بسرعة. طبعا واضح إن هو فعل إيه؟ قفا نبكي. يلا أمر ماله مبني على إيه؟ مبني على إيه؟ على حذف النون ما شاء الله. ها طيب أين الفاعل؟ أين الفاعل؟ الألف الاثنين. نعم ونبكي هو واقع في فعل مضارع واقع في جواب الطلب مجزوم علامة جزمه إيه؟ اسمه جواب الطلب. خلي بالك ما في، ما هنا في فعل شرط، ما في فعل شرط. خلي بالنا لما يكون في فعل شرط وجواب شرط ده في الادوات اللي بتجزم فعلين، اما اللي بتجزم فعل واحد من ضمنها الطلب. خلي بالنا يعني انه يكون واقع في جواب الطلب وليس جواب الشرط. ما تكتبي شرط الان. طيب ايوه حذفت الياء، هو ده. جميل. طيب تقول وتقول ايتني اكرمك، أكرمك يعني هو كتبها تيني، بس ما ينفع نبدأها كده،
بهمزة ساكنة وهمزة الوصل ساكنة، لابد نأتي بهمزة قطع مكسور، فنقول إيتيني واللي بعدها هتبدأ إيتيني أكرمك، وهل تأتيني أحدثك، لا تكفر تدخل الجنة. طيب، يبقى كل هذا يعني جواب الطلب واقع في جواب الطلب، فبعده مجزوم. الطلب ممكن يكون أمر أو نهي أو استفهام كما ترون، وهذا نهي. طيب، لو كان المتقدم نفيا، هذا نهي، ها، لا تكفر، ده نهي، عشان كده جاء جواب الطلب مجزوم. طب لو كان نفي أو خبر مثبت لم يجزم الفعل بعده، يعني مثلا لو كان بالنفي نقول إيه، ما تأتينا تحدثنا، يعني ما تيجي تتكلم معنا خالص. طيب، ما تأتينا تحدثنا، هنا ما النافية ما بتعمل حاجة في الفعل ده، هو تأتينا فعل ماله ده، ها، هذا الفعل مضارع مال، ها، إعرابه من سريعة، ما تأتينا تحدثنا. طبعا مرفوع، مش احنا مالنا فيها، ما بتعمل حاجة، ما بتعمل حاجة في الفعل، ما بتعمل حاجة في الفعل، ها، نافية ما بتأثر في الفعل، فهيكون مرفوع، بس الضمة مقدرة على الياء، على الياء تأتي، الضمة مقدرة على الياء، تحدثنا هنا مرفوع بالضم. المهم، هذا ليس طلبا من أنواع الطلب، لكنه نفي أو خبر مثبت، فلذلك لا يجزم الفعل بعده، يكون الفعل بعده مرفوعا، يرفع تحدثنا وجوبا، ولا يجوز لك جزمه. وقد غلط اللي قال اللي غلط في كده، يعني واحد تاني صاحب الجمل. المهم، والثاني ان يعني يكون خبر مثبت، ما ينفع يأتي بعده الفعل مجزوما. خبر مثبت يعني ايه؟ انت تأتينا، يعني انت بتخبري ان هو انت بتتكلم معنا، أنت تأتينا تحدثنا، فلازم ترفعي أيضا تحدثنا، لأن هنا ما في نوع من أنواع الطلب يجزم. ما هي وقع في جواب الطلب عشان تجزم؟ يا إما يكون في نفي، يا إما يكون في إخبار، فساعتها الفعل بعدها يكون مرفوع وجوبا باتفاق النحويين. وأما قول العرب اتقى الله امرئ فعل خيرا يثب عليه، طب إيه اللي خلى يثب هنا وقع في جواب الطلب؟ هي ترى انت بتقولي اتقى، ده خبر، يعني تخبرينا ان في واحد اتقى الله امرئ فعل خيرا يثب عليه بالجزم. هم قدروا ان فعلا هو ده فعل ماضي، لكن يقصد به، ها، يقصد به ايه؟ الامر. اتقى وفعل الاثنين ماضي، ظاهرهما الخبر، الا ان المراد بهما الطلب، والمعنى ليتق الله امرؤ وليفعل خيرا. طيب، وكذلك قوله تعالى هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، يلا قولوا لي في أي سورة، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم. أي سورة الآية؟ الصف، جزاكم الله خيراً. طيب، جزم يغفر لأنه جواب لقوله تعالى تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون، لكونه في معنى آمنوا وجاهدوا، وليس جوابا للدلالة هنا، ليس جوابا للاستفهام، لأن غفران الذنوب لا يتسبب عن نفس الدلالة، ولكن يتسبب بالإيمان والجهاد، لو آمنوا وجاهدوا يغفر لهم. طيب، ولو لم يقصد بالفعل الواقع بعد الطلب الجزاء امتنع جزمه. يبقى احنا قلنا الفعل الواقع بعد الطلب لما تسقط منه الفاء
ويراد به الجزاء يجزم. طيب لو كان الطلب ده موجود فيه نفي أو موجود فيه خبر، لا يجزم، يرفع. طيب ولو كان لم يقصد به الجزاء أيضا يرفع، لا يجزم. يعني دي حالتين، لازم الشرطين مع بعض، فهمنا كده؟ فقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، الراء مضمومة يعني مرفوع باتفاق القراء، وإن كان مسبوقا بطلب اللي هو خذ. ليه بقى؟ لأن ليس هذا جزاء، إنما ياخد هيطهره، يعني أخذه هيطهرهم لكونه ليس مقصودا به معنى إن تأخذ منهم صدقة تطهرهم، مش هو اللي هيطهرهم بأخذ الصدقة، وإنما أريد خذ من أموالهم صدقة مطهرة، يعني هي الصدقة اللي تطهرهم. مين تقول لي أين الفاعل هنا؟ تطهرهم. ها بعد ما شرحنا أين الفاعل؟ تطهرهم صفة لصدقة، ما ينفع نقول الفاعل الصدقة، الفاعل ما يأتي قبل الفعل، الفاعل فين؟ أيوة نقول كده، ضمير مستتر تقديره. ها يا الله، هي يعود على الصدقة. طيب فلما تكون انت عارفين الجمل، مين تعرف تكمل هذه الجملة النحوية؟ الجمل بعد النكرات، ها مين فاكر؟ سريعوا قليلا حتى يعني يكفي الوقت. الجمل بعد النكرات، ها صفات جميل، وبعد المعارف، وبعد المعارف، ها فهنا الجملة دي جملة تطهرهم صدقة نكرة. لا، وبعد النكرات صفات، وبعد المعارف أحوال، أحوال يعني يبقى حال، لأن لازم صاحب الحال يكون معرفة. أما بالنسبة للجمل بعد النكرات صفات، خلاص هنا صفة وليست هي الرسول اللي بيطهرهم، فأتت ما مرفوع، الفعل مرفوع هنا. ولو قرأ بالجزم على معنى الجزاء لم يمتنع في القياس، كما قرأ قوله تعالى فهب لي من لدنك وليا يرثني. يرثني أتت هنا مرفوعة رغم أن هنا في طلب بالرفع، لكن ممكن تأتي، وهذا في بعض القراءات، بالجزم يرثني. طيب لما أتت مرفوعة يبقى هذا صفة للولي، الولي يكون وارث في نفس الوقت رجل. طيب أما لما أتت مجزومة لأنه واقع في جواب الطلب. طيب وهذا بخلاف قولك ائتني برجل يحب الله ورسوله. طبعا يحب هنا مرفوعة، ما ينفع أبدا تيجي مجزومة، لا يجوز فيه الجزم، لأنك لا تريد أن محبة الرجل لله ورسوله مسببة عن الإتيان به. لما تأتي بالرجل هو خلاص السبب الجزاء إن هو هيحب الله ورسوله، لا ليس هذا، لا يوجد ارتباط طيب بين الإتيان وبين حب الله ورسوله، لا يجوز فيه الجزم، لأنك لا تريد أن محبة الرجل لله ورسوله مسببة عن الإتيان به، كما تريد في قولك أتني أكرمك، هنا لو هو أتاني أكرمه دي ممكن تجزمها، إنما دي لا. فأتت يحب بالضم، لأن الإكرام مسبب عن الإتيان، وإنما أردت إيتني برجل موصوف بهذه الصفة، لما كانت صفة أتى الفعل فيها مرفوع، لما كانت صفة أتى الفعل مرفوع، لكن لو ينفع إن هي تكون جزاء يأتي مجزوما بجواب، لأنه وقع في جواب الطلب. واعلم أنه لا يجوز الجزم في جواب النهي، النهي إلا بشرط أن يصح تقدير شرط في موضعه. النهي إحنا قلنا النفي لا، لكن النهي ينفع بس بشرط أن يصح تقدير شرط في موضعه مقرون بلا النافية.
مع صحة المعنى، وذلك نحو قولك لا تكفر تدخل الجنة ولا تدنو من الأسد تسلم، فإنه لو قيل في موضعهما إلا تكفر، هنا وضعنا الشرط، وضعنا شرط إن ووراها نفي، لن نفي، هو أصلا كان بينهاه لا تكفر، ليه ما يكفرش؟ عشان يدخل الجنة، وهذا الجزاء، لا تكفر تدخل الجنة، وأيضا لا تدنو من الأسد تسلم. فهي جواب، عرفنا إزاي إن هي وقع في جواب الطلب وجزمت، رغم إن إحنا بدأنا بنهي، لأن يجوز إن أنت تضعي إن شرطية وراها لا نافية، إلا تكفر تدخل الجنة، إلا تدنو من الأسد تسلم، يبقى صح المعنى، بخلاف لا تكفر تدخل النار، هنا تدخله هنا جت مرفوعة. ليه؟ لأنها ليست وقع في جواب طلب، لا تكفر، ما ينفع حتى تقولي إلا تكفر تدخل النار، ما ينفع، لو هو كده إلا تكفر لازم يروح النار، لما يكفر لازم يروح النار. لا تدنو من الأسد يأكلك، فإنه ممتنع إن أنت إن يصح إن يقال إلا تكفر تدخل النار، أو إلا تدنو من الأسد يأكلك، طبعا هيأكله، أمال هيعمل بيه إيه؟ ولهذا أجمعت السبعة على الرفع في قوله تعالى ولا تمنن تستكثروا، لأنه لا يصح أن يقال إلا تمنن تستكثر، لا يصح إلا تمنن تستكثر، يعني ما ينفع نحط شرط وراها لا نافية في هذه الجملة. ليه؟ لأنه ليس هذا بجواب، وإنما هو موضع نصب على الحال من الضمير في تمنن، يعني لا تمنن مستكثرا معنى الكلام، يعني كأنه قيل لا تمنن مستكثرا، يعني حالك ما يكونش كده. ومعنى الآية أن الله تعالى نهى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يهب شيئا وهو يطمع أن يتعوض من الموهوب له أكثر من الموهوب. يعني مثلا أنا أعطيتك تفاحة ويعني آمل أن أنت تعطيني خروف مثلا، ما ينفع كده الكلام ده، ما ينفع هنا الجزم. طيب طيب، فإن قلت فما تصنع بقراءة الحسن البصري، تستكثر بالجزم، قلت يحتمل ثلاثة أوجه، أحدها أن يكون بدلا من تمنن كأنه قيل لا تستكثر فأصبحت لا نافية فأصبح مجزوم، أي لا ترى ما تعطيه كثيرا، يعني تكون وقع محل لا تمنن، يعني بدل منها يعني وقع محلها. طيب والثاني أن يكون قدر الوقف عليه لكونه رأس آية فسكنه، رأس الآية نقف عليه بالسكون، سكنه لأجل الوقف ثم وصله بنية الوقف. والثالث أن يكون سكنه لتناسب رؤوس الآية، وهي فأنذر فكبر فطهر فهجر تستكثر، فبقت كلها إيه؟ سكنة كده. خلصنا كده من الطلب، وهو أول نوع من أنواع الجزم، إن يكون الفعل واقعا في جواب الطلب، خد تقريبا نص الحصة. ندخل على لم ولما. لم هو الثاني مما يجزم فعلا واحدا، لم حرف ينفي المضارع ويقلبه ماضيا، يعني خلاص في الماضي، في الماضي كقولك لم يقم ولم يقعد، انتهى الموضوع، يعني نفي نهائي، لم يقم ولم يقعد، وكقوله تعالى لم يلد ولم يولد. طيب بالنسبة لما أختها هي الثالث في أدوات الجزم، كقوله تعالى لما يقض ما أمره، بل لما يذوق عذاب. إيه الفرق بين لم ولما؟ بيشاركوا بعض في أربع أمور ويختلفوا عن بعض ويفارقهم وتفارقها في أربعة أمور. أولا بيشاركوا في الحرفية، الاثنين حروف، حروف جزم، والاختصاص بالمضارع وجزمه وقلب زمانه إلى الماضي. طيب لما تفارق لم في إيه بقى؟ أربع أمور، أحدها أن المنفي بها مستمر الانتفاء، هي لم، المنفي بها، المنفي بها مستمر الانتفاء إلى زمن الحال، يعني لحد الآن، لحد الآن لم يحدث هذا الشيء، بخلاف المنفي. بنتكلم على لما الأول، المنفي بها مستمر الانتفاء إلى زمن الحال، بخلاف المنفي بلم
فإنه قد يكون مستمراً وقد يكون منقطعاً. لم يلد ده مستمر لحد يوم الأيام، ربنا سبحانه وتعالى ليس عنده ولد، ده مستمر يعني. وقد يكون منقطعاً مثل هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً، فهنا هذا منقطع يعني لم يكن ثم كان، المعنى أنه كان بعد ذلك شيئا مذكورا، ما تولد بقى شيء مذكور. ومن ثم امتنع أن تقول لما يقم ثم قام، ما ينفع، لما فيه من التناقض. وجاز لم يقم ثم قام، يبقى أول حاجة أن النفي بلما مستمر الانتفاء إلى زمن الحال بخلاف المنفي بلم، بيكون مستمر كأنه للأبد يعني أو منقطع. طيب، والثاني أن لما تؤذن كثيرا بتوقع ثبوت ما بعدها، يعني هو كان منفي، أنت بتنفي بلما بس ممكن يحصل بعدها، تؤذن كثيرا يعني في الغالب ممكن يحصل بتوقع ثبوت ما بعدها، نحو بل لما يذوق عذاب، هم لسه ما تعذبوش بس حيتعذبوا، أي إلى الآن لم يذوقوه وسوف يذوقونه. ولم لا تقتضي ذلك، لم ما فيهاش القصة دي. ذكر هذا المعنى الزمخشري، والاستعمال والذوق أيضا يشهدان به. طيب، ثالث شيء في الفرق بين لما ولم أن الفعل يحذف بعدها، لما الفعل تستطيع تحذفيه بعدها، أما لم لا. مثل ماذا؟ يقال هل دخلت البلد؟ فتقول قاربتها ولما، يعني ولما أدخلها. طيب، بس أنت ممكن تحذفي الفعل بعدها، يعني مفهوم. ها؟ ولا يجوز قاربتها ولم، ما ينفع في لم أن أنت تحذفي الفعل بعدها. طيب، والرابع أنها لا تقترن بحرف الشرط بخلاف لم، تقول إن لم تقم قمت. لم تقترن بحرف الشرط، إنما لا لما لا تقترن، لا يجوز إلا لما تقم قمت، ما ينفع. خلصنا لم ولما، ندخل على لام الأمر الجازم الرابع، اللام الطلبية وهي الدالة على الأمر أو الدعاء، نحو لينفق ذو سعة من سعته، أو الدعاء نحو ليقضي علينا ربك. طيب، لأن هي المفروض ان انتوا بتكتبوا ليقضي علم جزمه ايه والفاعل فين، بس ما في مشكلة يعني. لأن هي الجزم الخامس لا الطلبية، وهي الدالة على النهي او الدعاء، نحو لا تشرك بالله، او الدعاء نحو لا تؤاخذنا. هذه خلاصة القول فيما يجزم فعلا واحدا. ندخل الآن على ما يجزم فعلين. أما ما يجزم فعلين فهو 11 أداة، وهي إن نحو إن يشأ يذهبكم، وأين نحو أينما تكون يدرككم الموت، هنا الكاف آخر الفعل، يدرك آخر الفعل كاف سكنة وأضغمت في الوراء. طيب، وأي نحو أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، ومن نحو من يعمل سوءا يجزى به، هنا حذفنا الألف، وما نحو وما تفعل من خير يعلم، ميم سكنة، يعلمه الله، ومهما كقول امرئ القيس أغرك مني أن حبك قاتلي وأنك مهما تأمر القلب يفعل، هنا مهما تأمر القلب يفعل، هي يفعل هي مجزومة بس الكسرة زي قاتلي للضرورة الشعرية يعني للقافية. طيب، هندخل على الشاهد هنا،
أنا ابن جلا وطلع الثنايا متى أضع العمامة تعرفون. المهم الشاهد مهما تأمري القلب يفعلي. الفاعل هنا في تأمري ضمير مستتر تقديره أنت، القلب مفعول به. المهم إن مهما عبارة عن إيه؟ فعل، اسم، اسم شرط، اسم شرط يجزم فعلين. أدي فعل الشرط تأمري، علام جزمه إيه؟ مين تقولي؟ ها نمتوا ليه؟ علام جزمه إيه؟ حذف النون. جميل ما شاء الله. طيب القلب يفعلي، طبعا يفعل هي مجزومة بالسكون. طيب ندخل على اللي بعدها. تعرفوني متى أضع، يبقى متى اسم استفهام مبني على السكون. أضع فعل الشرط، وطبعا الفاعل ضمير مستتر تقديره وجوبا تقديره أنا. العمامة مفعول به، تعرفوني هي جواب الشرط مجزوم متى وعلامة جزمه إيه؟ حذف النون. طب إيه النون الموجودة دي؟ هذه نون الوقاية، تقي الفعل من الكسر لأنها متصل بها ياء المتكلم، وياء المتكلم يناسبها يكون بعدها قبلها كسر، فالفعل لا يجر ولا يكسر يعني، فوضع النون الوقاية هي اللي تتكسر. طيب أيانا تعدل تنزل، فأيانا اسم استفهام يجزم فعلين، ما هو مبني على الفتح. تعدل هو فعل الشرط، تنزل جواب الشرط، وإذ ما، فإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلفي من إياه تأمر آتيا. لما أقول لكم صلوا وأنا مش بصلي مش هتصلوا، لكن أقول لكم صلوا وصلي يبقى هتصلوا إن شاء الله. الشاهد حيثما تستقم يقدر لك الله خيرا. فهنا حيثما عبارة عن اسم استفهام مبني على السكون مفعول فيه في محل نصب، تستقم فعل الشرط يقدر جواب الشرط. فتستقم الفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، يقدر الفاعل الله. طيب إذ ما تأتي تلفي، فهي اسم الشرط مبني على السكون في محل نصب مفعول فيه، تأتي عبارة عن فعل الشرط وعلامة جزمه حذف حرف العلة اللي هو هنا ياء، والفاعل ضمير مستتر جوازا وجوبا تقديره أنت. تلفي أيضا أنت وعلامة جزمه حذف حرف العلة الياء. طيب هو بيشرح بس الأبيات هنا فيها شوية أخطاء، وحد وضع نهاية مختلفة من بيت تاني ومش عارفين، مش لازم كل هذا. المهم آخر واحدة، أن تأتيها تستجر بها تجد، فأن اسم استفهام مبني على السكون، وتأتيها عبارة عن فعل الشرط مجزوم بها وعلامة جزمه حذف حرف العلة الياء، وطبعا الفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، والهاء هنا مفعول به. تستجر معطوف عليه أيضا مجزوم، تجد هو جواب الشرط، طيب أيضا مجزوم وعلامة جزمه السكون.
طيب وصلنا ليه؟ اقتران جواب الشرط بالفاء أو بإذا الفجائية. هذه الأدوات التي تجزم فعلين ويسمى الأول منهما شرطا ويسمى الثاني جوابا وجزاء. اقتران جواب الشرط بالفاء أو بإذا الفجائية، وإذا لم تصلح الجملة الواقعة جوابا لأن تقع بعد أداة الشرط وجب اقترانها بالفاء. يعني إحنا عندنا إن يشأ الله يغفر مثلا، يبقى هنا عندنا فعل شرط وجواب شرط والاتنين فعل مضارع والاتنين مجزومين بأداة الشرط. طب إذا كان جواب الشرط ده ليس فعل مضارع، يعني شيء ما ينفع إن هو يجزم، فساعتها لازم تضعي فاء أو تضعي إذا الفجائية لو كان جملة اسمية مثلا، وذلك إذا كانت الجملة اسمية، ونأتي بالأمثلة، وفعلية فعلها طلبي أو جامد أو منفي بلن أو ما أو مقرون بقد أو حرف تنفيس، كل دول ما ينفع إن هما جواب الشرط يكون إلا مقرونا بالفاء أو بإذا الفجائية إذا كانت جملة اسمية. نأتي بالأمثلة، نشطوا نفسكم قليلا، نكتب الجزم بإيه والفاعل فين، نكتب يلا. وإن يمسسك، هنا مجزوم علامة جزمه، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. السكون نعم، والفاعل ضمير مستتر تقديره على طول على طول، بس اكتبه على طول ضمير. ايوه ضمير مستتر جواز تقديره، هو يعود على الله سبحانه وتعالى. طيب بخير فهو الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، فهنا جملة هو على كل شيء قدير جملة اسمية، فلما كان جواب الشرط جملة اسمية لم تصلح الجملة الواقعة جوابا لأن تقع بعد أداة الشرط، فساعتها اقترنت بالفاء. طيب قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. طيب فاتبعوني، إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، بس فاتبعوني نفسها تسببت في إن يحببكم ويغفر لكم، أصبحت مجزومة. مين تقول لي إيه سبب جزم يحببكم؟ ما سبب جزم يحببكم؟ يلا ممتازات، لسه قايلينها الآن. جواب الطلب، وقعت في جواب الطلب اللي هو فاتبعوني، ده أمر صح؟ يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. طيب إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، هنا نسك وولدا، فعسى ربي. طيب هنا فعسى ده فعل جامد، يبقى لما يأتي بعدها جملة اسمية أو فعلية فعلها طلبي، هنا فاتبعوني، أو جامد فعسى، أو منفي بلن، وما يفعل من خير فلن يكفروه، يبقى يكفروه هنا إعرابها إيه؟ فعل مضارع ماله؟ ها فعل مضارع ماله؟ اعرابه ايه؟ منصوب بلن وعلامة نصبه، بس اكتبي لي علامة نصبه ايه؟ حذف النون، جميل. طيب وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. دلوقتي لما الجملة الواقعة المفروض إن هي كانت هتبقى جواب شرط أصبحت متصلة بنفي بما، فقرناها بالفاء، فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. طب إيه يسرق فقد، يبقى لو اقترن بالقد لازم نقرنها بالفاء، فقد سرق أخ له من قبل. طيب ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل، حرف تنفيس، أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما.
لو سألتكم يقتل أو يغلب، ليه هي مجزومة؟ مين تقول؟ لا معطوفة، نعم نعم معطوفة، معطوفة على يقاتل، يقاتل وبعدين يقتل، واحدة من الاثنين، لما يقاتل يا إما هو يقتل أو يغلب، في الحالتين فسوف نؤتيه أجرا عظيما، سواء قتل أو غلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما، في الحالتين هياخد أجر عظيم في الآخر. طيب نؤتيه عبارة عن فعل مضارع ماله، مين تقول؟ اعربوا يلا. مرفوع، نعم. علامة رفعه ايه؟ علامة رفعه ضمة مقدرة، ما شاء الله. منع من ظهورها ايه؟ الثقل، ما شاء الله عليكم. طيب فين الفاعل؟ سوف نؤتيه أجرا عظيما. ها فين الفاعل؟ أيوه، ضمير مستتر وجودا، تقديره نحن للعظمة، طبعا الله سبحانه وتعالى واحد، لكن هو يستعمل ضمير نحن. طيب مين تعرب لي الهاء في نؤتيه؟ نعربها ايه؟ مفعول به. طب وأجرا نعربها ايه؟ ما طبعا ضمير ما فيش شك. مفعول به وأجرا نعربها ايه؟ مفعول تاني، مفعول تاني، جميل. وعظيمة عبارة عن ايه؟ ها؟ نعت، صفة، جميل. ويجوز في الجملة الاسمية أن تقترن بإذا الفجائية كقوله تعالى وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. إذا الفجائية لازم يجي بعدها جملة اسمية، أدي هم يقنطون عبارة عن مبتدأ وخبر. طيب وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. لا تصبهم ده فعل مضارع، فعل الشرط مجزوم، هي كان علامة جزمه ايه؟ مين تقول علامة جزمه ايه؟ السكون، جميلة. بس أنا حاسة في حاجة محذوفة هنا، مين تفسر لي؟ شيء أصلا تصيبهم، ها مين تقول؟ يفكروا مالها الياء؟ محذوفة ليه؟ ليه محذوفة؟ مش قلت علامة الجزم سكون؟ ما هو أنا شايفة الباء عليها سكون، وهي الباء آخر حرف، إيه اللي حذف الياء يا ترى؟ التقاء الساكنين، ما شاء الله عليكم. لما التقى زي يكن، يكن ها علامة الجزم السكون، بس إيه لما سكناها وقبلها واو ساكنة تكون أو يكون، فالتقى ساكنان يحذف أولهما إذا كان حرف مد يسقط يعني، فبقت يكن أو تكون. طيب سيئة هي الفاعل بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. كده انتهى الدرس، في أي سؤال؟
سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.